مشاهدينا من مهرجان شتاء طنطورة من العلا، مشاعل السعد مراسلة ام بي سي معنا. مرحبا مشاعل. يا ابو بس النور عليك وعلى جه. مرحبا واهلا فيك وجميع المشاهدين. احنا متواجدين اليوم في اليوم الثاني من ابتداء الحفلات الغنائيه في موسم شتاء طنطوره. اليوم الحفل للموسيقار العالمي عمرو خيرت، وحيقدم مفاجات كثيره جدا لجمهوره. هذه ثاني حفله يقيمها. اذا قبل ما نتكلم عن حفل الموسيقار عمر، اذا ممكن تعطينا معلومات كذا عن الاجواء المتواجده الان في العلا؟ نعم، الأجواء بدأ حضور الجمهور للمسرح. الأجواء صراحة مرة باردة، يعني اللي يبغوا يجوا ويستمتعوا بفعاليات العلا المتنوعة والكثيرة لا تنسوا تجيبوا معكم جاكيت عشان تنبسطوا فيها. جميل. في فعاليات مرة كثيرة، في فعاليات مختلفة في أماكن متعددة ومتنوعة. العلا مدينة صراحة مليئة بالثقافة، مليئة بالآثار، مدينة تاريخية تجذب كل محبي التاريخ والحضارة إنهم يجوا ويزوروها. أيضا شتاء طنطورة بيقدم العديد من الفعاليات العالمية، يعني مثلا الأسبوع الجاي في حفل غنائي لفنان الأسبوع الجاي في حفل غنائي لي بمناسبة ذكرى 250 سنة على مولد الموسيقار العالمي بيتهوفن. حيكون ويكند حافل بالحفلات الفنية اللي يقوموا فيها بعزف مقطوعاته المختلفة. الأسبوع اللي بعده حيكون في أحد المطربين المعروفين من إسبانيا. فكل أسبوع كل أسبوع يقدم مفاجآت مختلفة للزوار وللجمهور، وكل أسبوع مختلف عن الأسبوع اللي غير، عشان يحرصوا إنه كل من زار العلا وكل من زار شتاء طنطورة تجيهم اكسبيرينس مختلفة وتجربة جميلة ليهم هنا. اليوم هذه ثاني أيام الحفلات في شتاء طنطورة. نحن على بعد دقائق من بداية الحفل، وهي كمان الحفلة الثانية اللي يقيمها الموسيقار العالمي عمرو خيرت في العلا، ويعني متوعد أو مقدم هدية خاصة لأهل العلا بمقطوعة جديدة، مقطوعة خاصة لأهالي العلا. جميل، شكرا لك. وتقريبا خلينا نتكلم اكثر رقية. اكيد. نعم اكيد، اذا بتزودينا بمعلومات جميله عن العلا اكيد يا مشاعل. طب وخلينا نتكلم اكثر عن العازفين. في تقريبا اكثر من 90 عازف حيكونوا موجودين معانا على الستيج اليوم، اضافه طبعا الى الموسيقار. حيكون في عدد من الحضور اللي جو تحت خصيصا لحضور هذه الفعاليه وهذه الحفله الجميله. الستيج اللي احنا فيه مسرح مرايا، مسرح مميز جدا. تقريبا المسرح فيه اكثر من 500 شخص، ويعتبر اكبر مسرح من المرايات في العالم. والجميل جدا انه اللي يشوف المسرح من الخارج يعكس الجبال الشاهقة المحيطة بالمكان اللي احنا موجودين. ايضا الستيج اللي خلفي اثناء الحفل، الشاشات اللي موجودة تفتح نقدر ناخذ اطلالة على الجبال اللي موجودة. فمسرح مميز، مسرح متماشي جدا مع الاجواء اللي احنا فيها ومع التضاريس اللي موجودة حوالينا. شكرا لك مشاعل. كان معنا زميلتنا مشاعل السعد من شتاء طنطورة. مشاهدينا، عمرو خيرت هو مؤلف موسيقي موزع وعازف بيانو مصري من مواليد 11 نوفمبر 1948، وهو من أشهر الموسيقيين المصريين في الوقت الحاضر. شارك في تأليف العديد من تترات المسلسلات وتأليف الموسيقى التصويرية لها بطريقة مميزة خاصة به، حيث استطاع دمج الموسيقى الغربية بالأنغام الشرقية مستخدما آلات غريبة. شتاء طنطورة يأتي في سياق الجهود اللي تضعها الهيئة الملكية للعلا لتطوير المحافظة وتعزيز مكانتها كأحدى الوجهات الأثرية والثقافية والسياحية المهمة لاستقبال الزوار طبعا من كافة أنحاء العالم. ضمن هذه المبادرات المختلفة للنهوض بقطاعات الآثار والسياحة والثقافة والتعليم والفنون وأيضا البيئة.